الابلكيشنز اللي احنا عرضناها لحضراتكم من الماركت بليس ده. مين اللي زي ما كنت بقول هو هدفه ان هو يدي قيمه مضافه لليوزر بتاعنا وفي نفس الوقت ندخل منيو ريكيرنج ريفينيو يعني. بس غير كده كمان في فيتشرز مختلفه في البرودكت نفسه لسه عايزين نضيفها، زي مثلا ريموت كنترول للبن، تقدر تكنترول من غير ما تلمس السكرين، لو مثلا عايز تكنترول حاجه او تقدر تعمل ده ريموتلي. في نفس الوقت حته الفينجر تاتش، لانه معظم اليوزرز عامه لما بيجي يكتبوا بيحتاجوا بن، بس اذروايز لو هو مش بيكتب مثلا عايز يعلم على حاجه يكبر حاجه يدراج اند دروب يبقى بيحتاج، ممكن نعمل ده بهيز فينجر تاتش. دي فيتشرز برضو لسه عايزين نضيفها. فستيل عندنا يعني ان شاء الله بايب لاين طويله، وفي اكتر من كده كمان، في حاجات لسه يمكن عندنا اوريدي بروف كونسبت منها، يعني تقدروا تشوفوا حاجه شغاله فعلا منها، وفي حاجات لسه محتاجه تطوير، فلسه يعني مشوار طويل برضو. معلش انا قاعد بسمعكم وبسمع الشرس جمال، بس انا مش قادر الصراحه.